أنا عملت حفل ناجح. ما في شيء جميل بيصير إلا ما بيكون قبله في وجع. Do it. Hey. كمان يلا عيني Do it. Not 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 again 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 again. مرحبا، أنا حلا طراد، صبية سورية حمصية عمرها 26 سنة، تحلم كتير بتحب تحقق هذا الحلم. حلا تراد طبيبة أسنان سورية اكتشفت صوتها الحلو بالصدفة، ومن وقتها وجودها على المسرح لا غنى عنه. لوقت ما خلصت بكالوريا أنا ما بعرف إني أنا فيني غني، ولا بعرف إني أنا فيني وقف على مسرح. خلصت بكالوريا، واو أنا طبيبة أسنان، بصدفة بحتة أنا بكتشف إنه أنا فيني غني. أصدقائي المقربين إنه حلا أنت صوتك حلو، فشوي شوي رفقاتي خبروا رفقاتهم، حتى إنه بلشت أطلع على مسرح، بلشت أغني، زادت ثقتي بحالي. حلا مع مجموعة من الشباب قرروا يكرموا الموسيقار طاهر ماملي بحمص، وكانت فرصة حلوة لتعاون مثمر. احنا فرقة شباب بحمص قررنا نعمل له تكريم بحفلاته ودعيناه. بتذكر انه انا غنيت قدامه كثير انبسطت، وقت ما صدقت ما في بعد تقريبا سنة. كثير الموضوع غريب اني انا عم بشتغل بالعيادة، طلع على المسجات طاهر ماملي وقتها حكاني انه حابب انك تكوني معي بحفلاتي بدمشق. فانا لهلا وقتها بتذكر ردت فعلي انه كثير كنت مبسوطة، وصرت ارجف وقتها انه الحمد لله انه طاهر ماملي ربياني على الموسيقى، انه كيف انه بدي غني قدامه معه. انتقلت حلا للغناء على المسارح لدرجة انه شعارات بعض المسلسلات فكرنا انه هي اول من غناها. حلا تراد اللي غنت بقع الضوء، حلا تراد اللي غنت بقع الضوء بس بالحفلات، اكيد الفنانة الرائعة ديما اورشو، بس المايسترو طاهر هو اختار لي بقع الضوء والفصول الاربعة بجميع حفلاته اللي كانت في سوريا وبدبي. لحظات التوتر ممكن تخليك تستسلم، وممكن تكون أول طريق النجاح. أكثر لحظة حسيت فيها أنه بلشت أرضي شوي الشيء اللي أنا بجواتي من سنتين، وقتها كان في عندي حفل لحلا تراد، كان في بطاقات أنا عم بتطلع فيها أنه يا الله هاي صورتي أنا، بطاقات لحضور حفل حلا تراد، كان بعيد ميلاد السيدة فيروز بيقام باللاذقية كل سنة. أنا كان الستريس كتير كبير، أنه سألت حالي أنه حلا ليش وافقتي؟ لا لا أنت ما لك قد هالخطوة. بتذكر لحظة اللي خلص الحفل أنه العالم عم تزقف، أنا عملت حفل ناجح، لحظة من العمر، وانه العالم عم تقول لي ليش انت شاردة. بكل قوانين الحياة دائما بتمر لحظات انه لا خلص بدي انسحب، عندي اصرار بس لولا دعم رفقاتي واهلي مستحيل كنت كفي، مستحيل. هلا الخطوة الاهم والجديدة بالنسبة لي انه انا اقدر اعدل شهادتي كطبيبة اسنان هون بالامارات. بالنسبة لي بعتبره هذا الفصل الجديد والمهم كثير رح يكون بحياتي، فانا بتمنى من كل قلبي اني انا اقدر استمر وكفي بدبي. يا جبل البعيد خلفك حبايبنا. أنا حمص بالمطار مربوطة بفيروز، أنا بحط السماعات بمشي بشوارع الحميدية بدبلان أنا عم بسمع فيروز. وهمك انت عبنا، اشتقنا لمواعي الشام. انا بقول لهم انا حلم حياتي روح الشام باب توما وتمطر، فانا بكون خلص خلص اخذت اللي بدي اياه من الدنيا. فانا كثير يعني متعلقه عاطفيا بسوريا بشكل كثير كبير. قول الحبايبنا، قول الحبايبنا.